السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا، يعني ولا تقولي بقى فوتوشوب ولا برامج الادوبي ولا حتى كمان تقولي سي اس 6 في الفوتوشوب. دلوقتي انفينيتي باي كانفا، بصراحة الموقع ده جامد جدا، وبرنامج بينزل عندك على الكمبيوتر سهل وخفيف، حتى كمان ينفع الأجهزة الضعيفة. يعني بصراحة كانفا ضربت الادوبي او الفوتوشوب ادوبي وكل البرامج بتاعت ادوي خاصة بالفوتوشوب. فتعالوا بدي كده نعرف مع بعض الانفينيتي باي كانفا ازاي تقدر تعملها داونلود على الجهاز بتاعك. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا كده نشرح انفينيتي مع بعض. زي ما انت شايف كده، انت بتروح الاول على منصه انفينيتي باي كانفا، وبعد كده بتضغط عندك على جيت انفينيتي، ومن هنا بتنزل بشكل مجاني، وصاحب الشركه بتاع كانفا قال ان هو ينزل مجاني مدى الحياه لاصحاب اشتراكات كانفا. فمش شرط تكون مشترك، يعني اعمل داونلود او ساين اب تو داونلود، وبعد كده بينزل على الجهاز بتاعك، اعمل له انستول او اعمل له تسطيب على الجهاز بتاعك عادي جدا، ويظهر قدامك بالشكل ده كده. طبعا في خدمات او كل حاجه على اللي احنا كنا محتاجينها في الفوتوشوب. البرنامج خفيف جدا جدا جدا، وده حاجه انا مستغربها بصراحه. يعني مثلا انا هاخد اي صوره من الصور دي، هاخد صوره دي على سبيل المثال كنت بستخدمها كصوره مصغره، واعمل لها ابلود عندي بالشكل ده كده. طبعا كل الخدمات اللي انت محتاجها هنا هتلاقيها موجودة زي ما انت شايف كده، يعني الفوتوشوب او سي اس 6 كان موجود فيه الخدمات دي كلها. يعني مثلا انك تعمل كات او تعمل حتى كمان تحديد على الصورة بتاعتك، هتلاقي كل حاجة موجودة زي ما انت شايف كده، والالوانات براش، وكمان ممكن تعمل بلور عندك على الصورة، او ممكن كمان تعزل الخلفية بدون اي مشاكل. يعني كليك يمين كده ممكن تعزل الخلفية. طبعا كل ده بيتم بشكل سلس جدا. نعمل كنترول زد كده نرجع، هنشوف هنا في حاجه اسمها كانفا اي اي. لما تيجي تروح عندك على كانفا اي اي، بتكتب اللي انت عايزه هنا علشان يتضاف عندك على الصوره. بتكتب البرومت زي ما انت شايف كده، الموضوع جامد جدا. تكتب البرومت اللي انت عايزه تمام، وبيتضاف معاك بالشكل اللي قدامك ده كده. طيب انت حتى كمان تقدر تفصل الخلفيه عن الصوره او الصوره عن الخلفيه عادي جدا. فانت كل عليك بس بتضغط عندك على الصوره، وبتضغط عندك على علامه الاي اي او كانفا اي اي، وبتعمل ريموف باك جراوند، ومن هنا على طول بيبدا يعمل فصل الخلفيه عن الصوره علشان تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز. الوانات تقدر تعدل على الصوره، حتى كمان يعني تقدر يعني تضيف اي خلفيه انت محتاجها، يعني زي ما انت شايف كده تمام. ده كده فصل الصورة عن الخلفية، بتحط بقى انت الخلفية اللي انت محتاجها. حتى كمان تقدر تعمل سيلكت لأي حاجة انت عايزها على الصورة عشان مثلا تضيفها تمسحها بالاي اي. بصراحة ده برنامج فوتوشوب معاك سهل جدا وسلس، مفيش فيه اي مشاكل خالص، ينفع الأجهزة الضعيفة زي ما انت شايف، الناس اللي هي بتحب تعمل بلور على الخلفية بتاعتها. حتى كمان تقدر تعمل سيلكت على المكان اللي انت عايزه فيه الصورة علشان مثلا تقدر تمسحها او تقدر تخليها موجودة زي ما انت عايز. تعمل الت كده وبتحدد اللي انت عايزه في الصورة. هو بصراحة برنامج او فوتوشوب موجود معاك، حتى كمان مربوط بالذكاء الاصطناعي، تقدر تضيف اي حاجة فيه انت عايزها. طبعا لما تيجي تنزل البرنامج ده استكشف اي حاجة، هتوصل يعني مثلا الناس اللي هي بتستخدم الفوتوشوب هتوصل لكل حاجة محتاجها عن طريق انفينيتي على كانفا. حتى كمان انت تقدر تعمل اكسبورت على الصوره بتاعتك باي صيغه انت محتاجها زي ما انت شايف قدامك كده. يعني برنامج فوتوشوب معاك سهل وخفيف وسلس، مفيش فيه اي تهنجه على الجهاز بتاعك، ايا كان الرامات ايا كان الكارت الشاشه مش هيحصل فيه اي مشاكل، ما تقلقش. حاول تنزل برنامج واستكشفه وتقول رايك في التعليقات. شكرا ليكم، لو عجب الفيديو ما تنساش دعم لايك وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه.